جوجو جانا متولي من ضمن الناس برضو الشطورة. قولي يا جوجو، عايزة تقولي you raise your hand you want to talk tell me. ازيك يا مس؟ عاملة الحمد ايه؟ لله يا روح قلبي، انت عاملة ميست ايه؟ يا مس والله. والله same here I miss you so much. اخبارك اخبارك ايه؟ ايه كله يا مس؟ حلو الحمد لله يا روحي، كله كله تمام. تمام. عايزة تتكلمي على الاكسبيرينس بتاعتك، ايوه، قولي. انا برضو ما كنتش واخدة درس، وكان اول مرة اخد المنهج، واول ما بدأت كنت خايفة قوي، يعني كنت حاسة ان كل الناس دي واخدين المنهج مرتين وانا ما اخدتهوش غير مرة، وانا ازاي هجيب درجات زيهم، وانا ازاي هبقى زيهم. وانا طول السنة ما كنتش باخد درس، ودخلت مع مسنور في اخر في فبراير كده تقريبا، ودخلت كل الريفيجن ليسنز بتوعها، بالذات لما كانت بتراجع الدروس، عشان كنت حاسة ان انا تايهة قوي، يعني مع ان مسنور كانت بتقول احضروا الدروس اللي انتوا مش فاهمينها، بس كنت حاسة ان انا تايهة، فكنت حضرت كل الدروس، وبجد ساعدني قوي ان انا ادخل كل حاجة في بعضها ما شاء واعمل الله الريليشنز ما بين كل حاجة. ما شاء الله وانا يعني ما كنتش هو متخيلة ان انا مستحيل اجيب اي ستار، بس انا كان نفسي قوي ان انا اجيب الدرجة دي، والحمد لله جبتها في الاخر. وبجد يا مس ثانك يو قوي على مساعدتك وكل حبيبتي حاجة. حبيبتي والله انا رأيي ان في الكيمستري كان اهم حاجة هو الحل، يعني صح الحل اهم حاجة، حتى اهم من مذاكرة النوتس. that's true يعني الحفظ طبعا مهم، بس الحل ساعدني قوي قوي قوي، وبرده مس نور يعني ساعدتني ان انا افهم وانظم وقتي ازاي، برده كانت بتخلينا نبقى موتيفيتد وكده، وبالذات قبل الامتحانات اللي هو يوم الامتحان، كانت بتلم لنا كل حاجه، كانت بتلم لنا كل حاجه يوم الامتحان. وانا تحفة. فاكره يوم بيبر 6 كنا كلنا تعبانين كده، وكنا بنقول خلاص خلاص خلاص، واخر حاجه قالتها قامت جت في الامتحان، وكان عليها ماركس كتيره قوي، وكنت مبسوطه قوي لما طلعت من بيبر 6. بجد انا يعني الحمد لله قلت ان بيبر 4 وبيبر 6 كانوا كويسين، بس بيبر 2 بالنسبه لي كنت طالعه منها زعلانه قوي، وكنت بقول انها صعبه، بس الحمد لله يعني ربنا ستر وعوضت في البيبرز التانية. وبجد يا مس ثانك يو قوي على مساعدتك، حبيبتي حبيبتي والله وحببتيني في المادة يا مس. يا روح قلبي والله ثانك يو سو ماتش. هي الريفيجن اللي هي جوجو بتتكلم عليها، ان انا جيت في فبراير قلت لهم يا جماعه للناس اللي كان معانا ناس كتيره ناسيه توبكس كتير، لان طبعا كان في حاجات واخدينها من شهر 9، فقلت لهم احنا انا هعمل السيلبس كله في 10 كلاسز. فجوجو كانت من الناس اللي حضرت معانا الكلاسز اللي في الاخر، فشرحت فيها المنهج كله في 10 كلاسز. السنه دي ان شاء الله انا هعمل نفس الاكسبيرينس، لانه هي فرقت فعلا مع ناس كتير الحمد لله. هعملها برضو تاني ان شاء الله، هعيد المنهج كله في 10 كلاسز من اول فبروري. وبعد كده بعد كده بقى كانت بوست بيبرز، كانت فول بيبر. يعني يمكن هي كمان ما حضرتش معانا كل الكلاسز، بس حضرت الاكسبلانيشن وحضرت الايام الامتحانات. فالحمد لله والله، يعني ما شاء الله ما شاء الله. انا مبسوطه ام براود اوف يو والله يا جوجو، ان انت كنت شطوره وان انت قدرتي تعملي كده، Thank وان you, انت ما Miss. فقدتيش الامل انه كانت حاجات صعبه، او ان انت ما قارنتيش نفسك بالناس التانيه وقالت لا بقى احنا كده كده اللي حواليا شاطرين قوي واللي خلصين السيلبس مرتين في 9 و10. لكن انا ما خدتش، انا كنت بقول لك مش معنى ان انت ما خدتيش تيوشن ان انت اقل منهم خالص، لا انت ستيل يو كان دو ات. طول ما انا عندي مخ اي كان دو ات، مالوش علاقه خالص، ما قارنش نفسي بغيري. برافو يا جوجو والله، يعني يا رب ويا دايما مس من نجاح كمان لنجاح يا رب. كمان حبيبي. عايزة أقول حاجة، أما تشرح لي الإلكتروليسيس لأول مرة، ما كنتش كان في 3 دروس كده قبل ما أدخل مع مسنور، كنت قايلة لها إن أنا عندي مشكلة فيهم، وأول ما دخلت معاها بجد حسيت إن أنا فاهمة أكتر في 3 دروس دول، كانوا الإلكتروليسيس والأسيدز والميتالز، بس بالذات الإلكتروليسيس يعني مسنور في حصة حسيت إن أنا خلاص فاهمة الموضوع، أما قعدت كده وركزت معاها حسيت ان انا فاهمه الموضوع، وحسيت ان انا فاهماه كويس قوي. وكمان في حصص الباست بيبرز لما في مثلا كتير مننا ما كناش بنبقى فاهمين حاجه معينه، كانت بتقعد بقى وتراجع وكده، وبالذات في الاورجانيك. يعني مره قعدنا كنا هنخلص امتحان في حصه، كنا في اخر صفحه كده، وكنا كلنا متلخبطين في الاورجانيك، فقعدت تراجع لنا كل بوليمرز حاجه، وقعدت تقول تاني وتالت ورابع، وعمرها she never gave up on us، و I really appreciate that يا مس بجد. حبيبتي والله يا جوجو، فعلا البوليمرز كنا عيدناها كتير مع ان احنا شرحناها كتير، بس كنا بنعيدها لحد اخر يوم، دي حقيقه. وفكرتيني برضو يوم الريفيجن كلاسز لما جيت قلت لكم كانت اخر حاجه بنراجعها، قلت لكم يا جماعه افرضوا جت لا يا ميس بقى كفايه،
بقالنا مش فاكره كنا بقالنا شغالين في كلاس ده 6 ساعات تقريبا، فاللي هو بقول له خلاص بقى افرضوا، قلت لكم طب افرضوا يا جماعه الحته دي جت، طب هقولها بسرعه هقولها بسرعه، وجت في الامتحان. فاللي هو سبحان الله الحمد لله هو رزق من ربنا. في حد كان كتب لي على الجروب على كيمستري لافرز، بس هو انت كنت شفتي الامتحان؟ في حد كتب لي كده والله. هو فعلا انا بدعي وبقول دايما يا رب اشرح صدري للحاجه اللي هتيجي في الامتحان، يا رب يعني وجهني للحاجه اللي احنا نقولها للحاجه اللي احنا نراجعها. هو توفيق من ربنا وهو اجتهاد ان كلكم مثلا قدرتوا تصبروا وانكم تسمعوا المنهج كله، لان احنا رجعنا المنهج قبل الامتحان، فده كان موضوع مرهق جدا مع البوست بيبرز وكده. فانتوا برضو طلع عينكم، يعني الناس دي يا جماعه ما جابتش ستارز وهي قاعده مريحه، الناس دي مش مجهود مني انا بس، والله هو مني مجهودهم، انا بعمل المجهود ده مع كل الناس، مش كل الناس بتجيب ستارز، لكن هم عشان هم فعلا كانوا مركزين في الكلاس، وكمان كانوا مركزين في وات ايفر، في الناس اللي خدت تيوشن او الناس اللي ما خدتش، فالناس دي عملت مجهود وحلت امتحانات وما يأستش ما وقفتش. فاهمين قصدي؟ ثانك يو سو ماتش يا جوجو، ويا دايما يا رب من نجاح لنجاح، بشوفك يا رب دايما احسن الناس. ثانك يو بجد، وثانك يو على الكلام Thank you يا الجميل ده مس، والله. ثانك يو سو ماتش ربنا يخليك يا مس، حبيبتي، ربنا يوفقك دايما يا رب، واشوفك دايما على خير وفي احسن حال.